شكرا يا جماعة. احنا كلنا فخورين انك احد رجال هذه الجريدة والمشهود لهم بالكفاءة، خصوصا بعد حملتك على مصنع الألبان وعلى الفساد. انك من الأحرار يا علي، من الصحفيين الشرفاء الذين رفعوا رأس هذه الجريدة، ولسنا نحن من نفتخر بك ولكن كل الصحافة الشريفة. شكرا يا جماعة. كفاية تسييف يا جماعة، ايدينا وجعتنا. يا سلام يا علي، اللي حصل ده أقل بكثير مما تستحق. لو سمحتوا روح شوف شغله، شوف شغلكم لو سمحتوا. عايزكم كلكم تبقوا زي علي، كل واحد فيكم يهتم بعمله فقط. يا سلام يا علي، يا سلام. أنا سعيد سعادة غامرة. والله ده بفضل توجيهات سعادتك، ده غير طبعا ذكائي الحاد وفرصتي الصحفية اللي علت من شأن الجريدة قدام كل الجرايد المنافسة. قول لي يا جميل، أخبار التوزيع إيه؟ يا علي، يا التوزيع زاد 4 مرات. التوزيع مش ممكن يا علي، أنا حاسس إن الجريدة بتمر بعصرها الذهبي هذه الفترة، من أدهى عصور الجريدة. علي ولسه ياما هبهرك وهبهر الوسط الصحفي كله. يا سلام، ربنا يخليك علي. اتفضل يا علي، اتفضل. اوعى كده شويه. اتفضل. اهلا اهلا يا استاذ علي. اهلا بيك يا جميل بيه. الحقيقه انا تابعتك امبارح في التوك شو في برنامج الفساد والفاسدين. الحقيقه كنت هايل. يو يا علي، ولسه الحقيقه النهارده عندي 3 حلقات توك شو وعندي 6 مداخلات. الحقيقة مش لاقي وقت، مش عارف، ما عنديش وقت خالص يا علي. طب انت مش لاقي وقت، ما تاخد من وقت انا. لا يا حبيبي، وقت انا اعرف انظمه كويس اوي. وبعدين هما لسه مكلميني ومأكدين على المواعيد. ويكلموك انت ليه؟ ما يكلموني انا، ما انا اللي عامل الموضوع. انا رئيس التحرير يا اخويا، ولولايا ما كانش فيه ولا كلمة مدة اتنشرت. طب هما كلموك، المفروض تبعت لنا مش تروح انت وتنفض لي. يا علي انا بحب الشهرة، عايز اتشير. انما انت صحفي بتحاول تقول كلمة حقيقية، انت تكافح الفساد. خليك يا علي، انت كافح الفساد وانا حكافح في التوك شو. يا حبيبي يا جميل. استاذ جميل لو سمحت. طب يا استاذ جميل، بالنسبة للفلوس اللي خدتها، حقك في التوك شو؟ لا انا لا احصل على اي نقود مقابل ما اقدمه للناس من معلومات عن الفساد ومكافحة للفساد. لا يا علي، انا ما باخدش فلوس. اقول لك يا جميل، انت لو ما دفعتش الفلوس دي عليا النعمة لافضحك واوديك في 60 داهية واقول انك انت مالكش دعوة باي حاجة. حاضر يا علي، حاضر. اقعد يا علي. اهدى علي. حاضر يا علي، حاضر. حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص الناس هتاكل بعضيها. يا ساتر. لا مش مقتنعة. انت مش ملاحظة التغيير الغريب اللي حصل على علي ده يا انجي؟ مش فاهمة غريب ليه؟ اصل علي بصراحة مش متعودين منه على الكلام ده خالص. يعني انا بحس ان علي بيجي الجريدة هنا علشان يقضي وقت فراغه. بص يا انجي، ما تزعليش مني، يعني انا صريحة. بصي انا اصلا بفهم الراجل كده، هوا ها كده. علي ده بتاع هلس، يعني مش بتاع قضايا صحفية ومحاربة فساد و... مش مقتنع. لا لا لا، انا عارفه انك مش مقتنعه، بس اقدر اقول لك بقى ان علي اتغير بسببي. تقدري تقولي ان وراء كل رجل عظيم النوش. النوش؟ ازاي يعني؟ مش فاهمه. فاهمين الزن؟ الزن يا صديقتي هو سلاح المراه المصريه. يا شيخه،
بقى الزن بيعمل كل ده يا وانا اقول يا ربي كل ما زن على حسين يترقى كل ما زن على حسين يترقى وانا ما اعرفش ان انا السبب يا يا حسين ها وبعدين كملي بس يا ستي انا ماسكه ودن علي بقى بقالي فتره زن 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 يا علي لازم تشتغل يا علي العيال كبرت يا علي مصاريفهم زادت يا علي يا علي يا علي زبطت علي والزني ده طبعا هو اللي خلى علي يكتب حمله ضد مصنع الالبان لا خالص الموضوع ده بقى كان حوار تاني خالص ازاي يعني ابدا يا ستي في يوم هفته نفسه على علبه زبادي مع انه ما بيحبش الزبادي خالص راح يا ستي يشتريه لقى لحظه الحلو ان الزبادي صلاحيته منتهيه راح يرجعه للراجل الراجل رفض ازاي وازاي بقى الراجل ياكل عليه جوز جنيهات اتضايق كلم الشركة ما ردوش عليه كبرت في دماغه قرر يكتب عنه وبعدين تاني يوم ابن المحظوظة لقى موظف في الشركة بيكلمه وجايب له اشي مستندات واشي اوراق عن الاهمال والفساد اللي موجودين في الشركة معقولة؟ معقولة من غير ما يبذل اي مجهود لقى نفسه قدامه حملة صحفية مكتملة الاركان ابن المرزقة ايه ده انجي هو انت غيرانه ومتضايقه منه؟ قلب اه بقى غيرانه شوفي بقالي قد ايه بكتب عن الفساد الا مفيش موظف ولا حتى ساعي عبرني بورقه بمستند ولا حتى ورقه كلينكس انما هو مفيش عشان جوز جنيهات كتب مقاله الدنيا قامت ما قعدتش لا لا ما تزعليش مني يا انجي بصراحه يعني بصي انا طبعي صراحه يعني انا بلقطها كده يعني علي ده عنده خبره في الصحافه وبعدين مش اي حد يكتب لا والله تلقطيها كده مش علي ده اللي كان لسه من شويه بتاع هلس يا حبيبتي بس ده ما يمنعش ان هو عنده خبره في الصحافه وقدرات صحفيه مغموره اول ما يظهرها تبهر بيها الناس كلها انا انبهرت احلفي انبهرت والله طب علشان انبهرتي انا هبهرك اكتر بقى ايه رايك ان علي ملحقش يكمل المقاله واتاخر في تسليمها فطلب مني ان انا اكتبها وانا اللي كتبتها له ها انبهرتي والله قلت الاسلوب ده اسلوب انجي يا بنتي بفهمها كده وهي طايره يا يس يا يس يا والنبي يا كوكي اوعي اوعي تجيبي سيره لحد مهما كان برضو ده ابو ولادي وما رضاش ان هو يتفضح يعني قدام الزملاء عيب يا انجي عيب سرك يا حبيبتي كبير اهو ده اللي قلقني انا لهذا الفساد أن ينتهي جملة قديمة أوي طب في جملة تانية حلوة لابد لهذا الظلم أن ينجلي دي آدم الأولانية التفاهة اللي أنا فيها دي إنجي هي بتظبط ايوه انجي يا حبيبتي معلش انا بقولك انا مزنوق يا حياتي لا اخش الحمام ايه انت فهماني غلط يا حبيبتي انا مزنوق في كتابه المقاله يعني هي مشكله صغيره كده مخلياني مش عارف ابتديها يعني ما تحاولي كده تشوفي لي حاجه نبتدي بيها بقولك ايه ما تكتبيها انت يا انجي وانا هديكي 250 جنيه تجيبي جزمه 500 جنيه جزمه ب 500 جنيه لا حبيبتي اكتبها انا ارخص ايوه مين انا يا استاذ علي ادخل استاذ علي استاذ جميل عايزك حالا طيب روح وانا جاي له حالا يلا روح طب يا حبيبتي جميل عاوزني بص اكتب انت المقاله وهنبقى نشوف موضوع الجزمه ده بعدين يلا باي باي استاذ جميل العرض اللي بقدمه لك ده ما يترفضش دول شيكين واحد ليك ب50,000 والتاني للصحفي اللي عمل الحملة ب200,000 ويا ترى بقى دول في مقابل ايه؟ أستاذ جميل الحملة اللي اتعملت ضد مصنع الألبان بتاعنا لازم تقف خدت بالك يا علي الحملة اللي اتعملت ضد مصنع الألبان لازم تقف عشان كده هما مدينك
بس مدينا كتير قوي، 200,000 وانا 50 بس يا علي. بقول لك يا علي، ما تيجي تنصص. كفايه انت مقامك 50 يا جميل. كفاية. انا مقامي 50. انت ماشي ماشي يا علي. بص بقى، انا فهمت دلوقتي انت عايز توقف الحمله، يعني دي رشوه. انت جاي ترشينا، نحن ايه رايك؟ نحن لا نرتشي سيادتك، نحن برضو في خازوق بره ممكن نقعد سيادتك عليه. ونحن الساده بقى ممكن اغيركم انتوا الاثنين لو الحمله دي ما وقفتش. اتغيرنا صح، على اساس ان انت الجوهر يعني، يعني اتغيرنا وتنزل الاثنين بدلنا. هتغيرنا ازاي يعني؟ يعني هجيب رئيس تحرير بداله من بكره الصبح. يبقى عملت طيب والله العظيم. صدق انت قاطع علي، انا عمال اتكلم وعايزنا اتغير. بقول لك ايه يا فندي، بص انت مالك مبهلق فيها كده ليه؟ شيل ايدك يا جدع انت، اوعى يا جدع انت. استاذ علي انا معجب بيك جدا. معجب بيا يعني ايه؟ وانت طلعت كمان لمؤاخذه؟ استاذ علي انت ليك اخوات؟ ليه، هي الست والده حضرتك عايزه تتجوز ولا ايه؟ لا 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 انا بسال بس. لا ماليش، ويلا بقى اتكل على الله. يلا يا اخويا يلا، بدل ما اجيب لك الامن المجبر. لا 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 لا، لا وعلى ايه وعلى ايه؟ حاضر حاضر. خد الشيكات بتاعتك معاك اهي في 60 داهيه. بس خليكم عارفين بقى هنتقابل تاني. لا تاني ولا تالت، يلا يا اخويا يلا يلا. عايزين بكره مقاله تكسر الدنيا يا استاذ علي. من انا يا تروح وترجع بالسلامه يا هيرو العالمي. ميرسي استاذ علي، مع السلامه. شويه كده حبيبي. شوية قالك شوية. مفيش سلام يا انجي، تروحي وتيجي بالسلامة يا انجي. برافو يا انجي. في ايه يا انجي؟ وبعدين اللي في ايه؟ انا اكتب المقالة ويطلع عيني وانت اللي تتصايط وتتشهر؟ يا ريتني كنت انا اللي اشتريت علبة الزبادي دي. انت ليه مركزة في علبة الزبادي وكأنها هي المشكلة؟ يا حبيبتي المشكلة مش في اللي اشترى علبة الزبادي، وإلا كان أي لبان في مصر بقى أكبر صحفي. يا سلام. بص يا انجي، في ملايين البشر وقع على نفخهم تفاحة، بس نيوتن بس اللي اكتشف الجاذبية وعمل منها قانون. ايه الحلاوة دي؟ هي وصلت لنيوتن مرة واحدة؟ أيوة، كذلك ملايين البشر اشتروا زبادي منتهي الصلاحية، لكن علي بس اللي عمل منه حملة صحفية كسرت الدنيا. يعني أنا في الصحافة زي نيوتن في الفيزياء. طب بلاش أفورة بقى، بدل ما سيحلك دلوقتي وخليها فضيحة بجلاجل، خليك تحصر نيوتن الله يرحمه. ايه ده؟ طب هو نيوتن مات ازاي؟ اقول لك انا ازاي. عارف التفاحه وقعت على نفوخه جابت اجله. لا، ولما نيوتن مات بالتفاحه، امال مين اللي كتب قانون الجاذبيه؟ مراته. اكيد مراته يا علي. ها مراته. وسع كده. عملت ايه يا مدحت؟ تخيل الجشعين رفضوا الفلوس اللي عرضتها عليهم وشايفين انها قليله. معقوله يرفضوا مليون جنيه؟ اه يا سيدي عايزين اكتر. شفت الطمع والجشع وصلوا لحد فين يا كبير؟ طب وبعدين الحل ايه؟ مش عارف. لا ما الحمله دي لازم تقف باي طريقه، دي عامله لي هسهس في دماغي. انا عندي حل. هتخلص منهم وتوديني في داهيه صح؟ لا مش بالظبط كده، ما انت عارف القتل مش سكتي، وبعدين قتلهم هيعمل لنا شوشره. امال هتعمل ايه؟ ابعت هات حموصه السواق بتاعك. ايه ده؟ انت هتروح؟ لا انا هبتدي الخطه. لا بس خلي بالك حموصه ده غبي قوي. حموصه ده بتاعي انا، هظبطه وهفرمطه وهتشوف اللي هيعمله حموصه. بابي انت طلعت صحفي وبتعرف تكتب. امال انا كنت ببصم؟ لا يا بابي قصدي يعني بتعرف تكتب كلام حلو. ميرسي. وانا كمان يا بابي، انا مفخور بحضرتك. مفخور ازاي يعني؟ ايوه يا بابي، انا ومي اختي على طول لما كل يوم بنروح المدرسه بنعدي على بتاع الجرايد ونجيب كل النسخ بتاعت حضرتك ونوزعها لاصحابنا في المدرسه. يا حلاوه، يعني انتوا اللي رفعتوا المبيعات؟ أوه. مش الناس اللي بتشتري الجرايد؟ ده طلع مفخور وهو اللي رفع المبيعات. وانا كمان مفخور، وكمان ضغطي اترفع. ليه يا علي؟ مش فلوسي دي اللي بيشتروا بيها الجرايد؟ يعني انا ادفع فلوس عشان اصحابهم يقروا مقالاتي ليه؟ بس
بس بقى بدل ما سيح لك لانها مش مقالتك اصلا. خلاص مش قدام العيال مقالتنا احنا الاثنين يا حبيبتي. ايوه تعدل كده يا حبيبي تعدل. ده احنا مفخورين. واحنا كمان. ايه الصور دي؟ الخطه فين؟ ما هي دي الخطه بقى يا كبير. زي ما انت شايف كده حمص السواق بتاعك شبه الصحفي الزفت اللي اسمه علي ده، عشان كده بقى احنا هنزرع حمصه مكان علي في الجريده. تفتكر الكلام ده هينفع؟ طب ما ينفعش ليه بس يا شكر؟ هو انت ما شفتش فيلم اللي بالي بالك بتاع محمد سعد؟ ايوه بس ده فيلم كوميدي. طب وفيلم لا تراجع ولا استسلام بتاع احمد مكي؟ اه بتاع اين اشيائي ده. ايوه بتاع اين يعني أشياء. هو ده اللي رعب، ما هو فيلم كوميدي برضه. احنا هنعمل زيهم يا شكري وخلاص. هنقول اين اشيائي؟ لا يا شكري، بس هنخلي الراجل يجيب لنا حقنا. بقول لك ايه، دي افلام سينما وانا مش معترف بالافلام دي، هي طريقه قديمه وعفى عليها الزمن. بص هي نفس الكلام اللي انت بتقوله ده برضو اتقال للاستاذ ماجد، ومع ذلك عمل الخطه ونجحت. ماجد مين؟ استاذ ماجد الكدواني في فيلم لا تراجع ولا استسلام. انت مش بتقول شفته يا شكري؟ اتنيلت وشفته، اتنيلت وشفته، بس بقول لك دي افلام قديمه، افلام سينما ما تنفعش. اه انا برضو هرد عليك بنفس الرد اللي قاله الاستاذ ماجد. هي عشان اتهرست في 100 فيلم قبل كده محدش هيتخيل انه هنعملها في الواقع. بس ده غبي وهيودينا في 60 داهيه. يا شكري غبي ولا مش غبي؟ سيبهولي وانا هفرمطه وهظبطه. انا هخليه صوره طبق الاصل من علي، هخلي مراته اللي هي مراته ما تشكش لحظه ان هو مش جوزها. نفسي بتمسي عليكم. مش قلت لك؟ مش قلت لك غبي وهيفضحنا؟ بقول لك ايه يا انجي؟ ما تخلي يا اختي جوزك يخف شويه على الحمله اللي هو عاملها على شركه الالبان دي. ليه؟ هو انتوا شركاء فيها واحنا ما نعرفش ولا ايه؟ اه انت جايه بقى ايه تهزري بقى ومش حاسه بالقرف اللي احنا عايشين فيه؟ يا حبيبتي احنا من ساعه ما الحمله دي اتعملت واحنا المرتجع عندنا اكتر من اللي احنا بنبيعه، يا اختي احنا بيتنا اتخرب. بيتكوا اتخرب ليه بقى ان شاء الله؟ هو قال لي ليه؟ الزبون يا اختي كان بيجي في الاول يقعد يقول ايه في اوفرات، السعر كام، مش عارفه ايه، دلوقتي بقى كل واحد عامل لي فيها فلوسه كده ويقعد يفط وينط جوه المحل ويقعد يقول لي هو الصلاحيه كام؟ اكس فاير ولا مش اكس فاير؟ تصدقي فكرتيني يا حبيبتي، الحاجات بقى اللي اشتريتها منكم امبارح ما بصيتش على تاريخ الاكس فاير. ازاي؟ ازاي جوجو ما تبصيش على تاريخ الاكس فاير؟ بصي يا اختي على الاكس فاير ما هي ناقصه اصلها واقفه حال. انا عايزه اعرف انت ليه مش عايزه الناس تبص على تاريخ الاكس فاير؟ يا اختي عشان عايزه ان احنا نسترزق. تسترزقوا وتموتونا؟ ايه؟ انا فخور بك جدا يا علي. اشكرك يا دكتور سمير. انا كل الزباين اللي بيجوني في العياده دايما اقول لهم مناسبه وغير مناسبه ان الصحفي المغوار اللي عامل اكبر حمله فساد ده جاري. انت كده بتصيطني. لو مش كده وبس، ده انا بقولهم كمان الست بتاعته انجي هانم صديقه ليا وست محترم اللي بتكتب له الحاجات دي كلها جارتي. انت كده بتسيح ليه؟ وادي الحاجات اللي انا اشتريتها منها امبارح. سعديده. اه طب اقوم انا بقى؟ لا يا حبيبتي، عشان الحاجات الاكسفايري هتاخديها معاكي وترجعي. ارجع عليكم؟ لا مالك القرف، ترجعي الفلوس يا حبيبتي. ادي واحده بصي من شهرين خلاص. اه واحده اكس فاير اهي. حسبي الله ونعم الوكيل. اها دي بقى لها 5 شهور. يا مصيبتي يا مصيبتي. ايه ده كله بايظ يا بنت اتفرجي. فين الضمير؟ فين؟ انعدم يا اختي انعدم. ما تركزي انتوا اصلا يمكن تكونوا مش شايفين. مش شايفين ده ايه يا حبيبتي؟ انت باين عليك انت اللي ما تشوفيش. بصي بنفسك شوفي. ابص ايه؟ على فكره اللي انت شايفاه تحت اسود ده مش عفن، ده زبادي بالتوم. يا مصيبتي عليكي. ربنا يخلي لنا باور فاميلي ويخلي له قلبه. ده بقى يا ستي روبن هود الصحافه المصريه. معلش الدكتور سمير بيحب يبالغ شويه. لا ده مش بيبالغ ولا حجه، اللي انت عملته ده عمل بطولي، نادر ما تلاقي حد الزمن ده بيعمل كده. قولي له ده مش عارف قيمه نفسه. انت الوحيد اللي قدرت تقف قدام شكري جدالله، ده الناس بتترعب مجرد انها بتسمع اسمه. انا بحسدك على شجاعتك، بس انت جبت القلب ده منين؟ مش شواربي. مش للدرجه دي يعني. لا ازاي، انت لازم تخلي بالك من نفسك. الله الله الله، طب ليه القلق ده كله؟
دول ممكن يخلصوا منه في ثانية. ده راجل ما عندوش قلب، ده ممكن يولع فيه وفيك انت كمان يا دكتور لمجرد انك بس تعرفه. انا ولا اعرفه يا ابن المحظوظة يا علي. فعلا يا اخي، رات حظ ولا فدان شطاره. شكلك من نفسي عليه. من نفس. وانت يا سامح؟ انا من نفسي اخر حاجة، اصل اقضي طول عمري فلانت الفلانية اتطلقت من فلان الفلاني، وفلان الفلاني طلع فلانت الفلانية، وفلان الفلاني عض فلانت الفلانية، ده بقت عيشة زهق وطه. بس ما يمنعش انك بتجيب صور جامدة. صور جامدة؟ يا نهارك اسود، بقى انا عمال احكي وارغي واقول وانت عمال تتفرج على الصور. اوعى يالا. ما بصراحة يا سامح الصور جامدة قوي. جامدة قوي؟ ما تجيب يا جدع اتفرج على بيت الصور. اوعى، ده انت اللي غطي تقوي. اوعى، مفيش. بس وريني كده. مفيش. اوعى بقى يعني لو كنت قبلت الرشوة دي كان ممكن أغير عربيتي وشقتي وغير حياتي كلها، بس كنت أخسر ضميري. اوعد بيا ضميرك يا جميل. شوف أو من أولها أو من أولها مش هسيبك. أو أقول لك اوعد بيا ضميرك يا جميل، هيفضل يطلع لك بصوته الوحش ده كل شويه كده ويخضني وما يخلنيش اعرف انام ولا اعرف اشتغل. انا صحيح رزل وغتت هي، بس ده في الشغل. بس الحمد لله انا مش شراني زي الاستاذ غسان مطر الله يرحمه. ده اختراع يا كوتش. يتهادى الطفل في مشيته بخيلاء. ايه بخيلاء دي؟ هتخيلنا الولاد من طفل مصقول عوارضه لطفل يعاني. لا ده انا اطلقها اسهل. ايه اللغه الغريبه دي؟ الناس بطلت تقول اللغه دي من ايام الشعر الجاهلي. الكلام ده ملهوش غير معنى واحد، انها عايزه تحرجني عشان تقول عليا ان انا حمار. ايه مسؤول عورته دي؟ لا لا لا، انا مش هسكت على الكلام ده ابدا. يوه، ايه الكلام العجيب ده يا انجي؟ انت بتعجزيني؟ عايزه تحرجيني؟ هعجزك ليه يعني؟ ايه الجنان ده؟ انا لو عايزه اعجزك كنت كتبت الكلام تاني خالص. طب خدي يا الكلام العجيب ده. هات. ايه؟ يتهادى الطفل في مشيته بخيلاء من طفل مسؤول عوارضه لطفل يعاني. ها؟ ايه السهوله اللي انت بتقري بيها دي؟ انت كده بتضايقيني زياده. وبعد كده ايه مصقول عوارضه دي؟ مصقول عوارضه من قصيدة للأعشى. مين يا اختي؟ الأعشى ده كان شاعر جاهلي بيقول كلام بقى لصاحبته، قصدي حبيبته يعني. بص بقى كان بيقول لها ايه وتعلم. هيفاء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينة كما يمشي الوجي الوحلو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا مال أم يعني؟ هو بيعمل كده في حبيبته وبيعمل كده في هيفا بتاعته دي، أنت بتعملي فيا أنا كده ليه؟ وبعدين أنا فهمت إيه برضو من مصقول عوارضه دي؟ واضحة واضحة يا علي. ها كيف؟ ها شفت؟ فهمت؟ لا فهمت حاجة أنا. يعني إيه؟ يعني أسنان ناصعة البياض. يا سلام، طب ما تقولي كده من الأول وخلصنا. خد يا شيخة بلا مصقول عوارضه بلا ليلة، امسكي على حاجة تقرف. دي آخرة التعليم المجاني. تكريم قرف، مفيش لغة، مفيش ثقة بالنفس. تقرف، مش عارف ايه اللي لمني عليك. ركز بقى معايا يا بطل، عشان انت داخل على عيشة تانية خالص. انت رايح بيت صحفي بيقوم الصبح يضرب مع مراته لاتيه. مش سيادتك قلت لي ناس محترمين؟ بيضرب مع مراته ازاي يعني؟ وفيها ايه المشكله يعني يا حمص؟ ما انا كمان بضرب مع مراتي لاتيه. لا مؤاخذه. طب سيادتك بقى خد الواجب ده مني للمدام. حمص هو مفيش شك انك غبي وانا عارف، بس عايز اقولك ان لاتيه ده مش مخدرات. امال يطلع ايه؟ ما يطلع زي ما يطلع يا اخ. الله، ام اللاتيه على اللي بيشربوه كمان. انت قدره كبير. طيب أبوس إيدك بقى، ركز معايا شوية في الخطة عشان نخلص. أنت كلك على بعضك كده لازم تتغير. مش فاهم يا بوخص. في حاجة فيك لازم تتغير. تقصد إيه سيادتك؟ صباع رجلك الصغير يا حمص.
هي يا حمصة انت بتعمل عمل بطولي زي الأستاذ محمود عبد العزيز لما صفروا تل أبيب وقطعوا له صباع رجله الصغير يا حمص عشان مصر، وانت مش اقل من الاستاذ محمود عبد العزيز. تعويض يا باشا، اقطع البيخ. ده انت يا علي عايز تبقى نجم في عالم الصحافه وانت مش عارف يعني ايه مصقول عوارضه. انا بقى هوريك ان دي اقل حاجه عند انجي احمد. قابل بقى يا علي، قابل. أنا هفهمك. مصقول عارضه. تعالى يا حمصة، إيه رأيك يا كبير في حمصة؟ هاي هاي، المهم فهمت كل حاجة؟ طبعًا، علمت وفهمت كل حاجة أهو قدامك أهو. أهم حاجة يبطل أكل الدوم ويرمي البذرة على الأرض. لا، فهمت كل حاجة. بص بقى يا علي، انا جات لي فكره في كتابه المقاله، انما ايه، جديده لانج. فكرت لو الشعراء بتوع زمان عايشين دلوقتي ممكن يكتبوا ويقولوا ايه في القضيه دي. شعراء بتوع زمان مثلا زي صلاح جاهين مثلا. لا، ارجع ورا شويه. احمد شاوي. ها، ورا كمان، ما تتكسفش، ارجع. ها، احنا كده داخلين على العصر العباسي الاول. هو ده يا علي. اسمع بقى، شوف انا وصفت صاحب الشركه بايه. مكرن مفرن مقبل مدبر معا كجلمودي صخر حطه السيل من عليه. وده مدح ده ولا شتيمه؟ شتيمه ايه يا علي؟ اسمع بقى، شوف انا وصفت صاحب الشركه وطريقه تعامله مع الناس ازاي، دي هتعجبك قوي. ومدعشر بالقحتمين تحشرمت شرفتاه فخر كالخربعصل. كايه؟ كالخربعصلي. مدعشر خر كالخربعصلي. حلوة قوي دي، حلوة قوي دي. استني بقى، استني هنكمل. اصبر ثانية، انا رد على التليفون. رد. ايوه، مساء النور، تقابلني ليه حضرتك خير؟ طب انا نازل لحضرتك حالا. نازل فين يا علي؟ في واحد جايب لي ورق مهم جدا بخصوص قضيه شكري جد الله. بجد؟ اجي معاك يا علي، والنبي والنبي علي اجي معاك والنبي. لا، خليكي في الدعشير الخري كلب الحصول دي، وانا جاي لك. حلو قوي البتاع ده، حلو قوي. اوكي. يا فرستي الهي يا علي، تنقرص في حواجبك. لا، تنقرص في حواجبك ايه؟ لا الهي يا علي، وانت ماشي رايح تجيب المصدر تخبطك عربية. بس ما تحوركش قوي، تفضل عايش، فتروح متكعبل على صباع رجلك الكبير يدوحس، فتتنطر على الرصيف، يجي توك توك يشيلك، فتروح واقع على الأرض، تلاقي في خلقتك بقى على طول كده شحاتة رزلة من اللي هي يا ربي يا علي ما تلحقش تجيب المصدر. ايه يا مامي اللي انت بتقولي ده؟ انت بتدعي على بابي؟ ايوه بدعي على بابي بقى. افردي ابواب السماء دلوقتي مفتوحة والدعوة استجابت. لا يا حبيبي، ما هو لو كل ست دعت على جوزها فابواب السماء تبقى مفتوحة والدعوة تستجاب، مش هيبقى فيه رجالة في البلد. ما تقلقوش حبيبي. ايه ده؟ شكل الدعوة استجابت. ايه ده؟ ايه؟ وسع يا حبيبي. في ايه؟ عربية خبطته ورميته قدام البيت. يا عيني عليك يا قلب امك، هي الدعوة لزقت؟ والله ما كنت اقصد. خد يا دكتور، خد يا دكتور، عالجه. ايه يا اخي، عالج مين يا ابني؟ ده واخد كل الوان الطيف، وبعدين هنا مش طوارئ، ودوه عند مراته. طيب لا لا لا، لو عند مراته فين؟ مش هعرف اعالجه يا انكل. معلش ماشي، خليه عندك والله ما هو راجع. طيب. عندي ازاي يا حبيبتي؟ لا عندي انا، وبعدين افرضي فيص عندي، اتحبس انا؟ لا لا يا حبيبي، بعد شر عليك مش هيفيص، وبعد شر عليه كمان انا ممكن اكتب لك اقرار يا انكل لو حصل له اي حاجه، انت مش مسؤول. انتوا لسه هتكتبوا اقرار؟ لسه هتكتبوا اقرار؟ اقسم بالله ارميه لكم في الشارع. ادي خدوا هنا وديه هنا، خدوا هنا وديه هنا. انتوا فاكرين عربيه الاستاد؟ ايه ادي سيب يا جدع. انزل. لا 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 لا، صرفوا بقى فيه كده عليكم. وسع. الحمد لله على الدنيا.
يفتحها في وشك يا رب. اخباره ايه يا دكتور؟ لا لا ما تقلقيش، شويه كدمات بسيطه في رجليه وهيبقى كويس الحمد لله. خرابي ايه المزه دي؟ مزه؟ يا علي بقالك كتير قوي ما قلتليش الكلمه دي. لا ده يبقى الحادثه اثرت على مخه. هي الحادثه اثرت عليك ولا ايه؟ اه اثرت عليه، اثرت عليه تاثير حلو قوي. ده بيقول لي يا مزه. ما تقلقيش انا هديله الحقنه هيرجع زي الاول. لا لا لا، لو هيرجع زي الاول ما تديلوش حقنه، خليه زي ما هو كده. او النبي قولي له يا امرايا. كمان امرايا؟ لا والنبي يا انكل ما تديلوش حقن، سيبهولي كده شويه، سيبهولي كده. يا انجي ضميري المهني ما يسمحليش، لازم اديله الحقنه. لا لو عايز تدي حقنه ضروري يعني اديها لضميرك المهني، سيبهولي كده، سيبهولي كده شويه والنبي. اه لا ما تدينيش الحقنه يا دكتور. دكتور؟ واضح ان الحادثه اثرت على لسانه اتلوح، بس عجبني عجبني، سيبه برضو كويس كويس. دي هتعدله. لا والنبي خليه، انا عايزاه معوج. قوم قوم يا حبيبي قوم. طب قوم. هو فين السرير؟ السرير في البيت، تعالى عشان ترتاح. قوم معايا. قوم يا حبيبي قوم. ايوه 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 كده، ايوه كده. يلا خديني بقى واحدة ثانية واحدة. ايوه تعال حبيبي. ما ينفعش يا ابني، لازم اديله الحقنة. مش وش نعمة، طول عمره كده كل ما اديله يقول ما خدتش. نورت بيتك يا حبيبي، الحمد لله على السلامة. على مين؟ الحمد لله على السلامة يا فاطمة. ايه ده؟ مين دول؟ ايه يا علي سلامتك يا حبيبي، دول دول ولادك يا علي. بس دول نضاف قوي. ايوه ما هو العادي انهم نضاف، اللي مش عادي بقى ريحتك يا علي. هو العربيه خبطتك؟ وقعت في مقلب زباله ولا ايه؟ وبعدين يا علي ايه اللي حصل؟ الخبطه كانت في رجلك، اثرت على نفوخك ولا ايه؟ معلش اصل معظم الرجاله مخهم في رجليهم. دي الحنجرة كمان ضربت. بس عندي استحلاب يا علي، عندي استحلاب. حاجة غريبة قوي، الحلو ما يكملش، لسانه ظبط بس ريحته ضربت. بس هحميك يا علي هحميك. هو انت مش هتقولي يا مزة تاني؟ ها؟ مش هتقولي يا مزة؟ ده انت مزة المزز. ايه رايك كده يا شكري؟ جايبهولك مكتف اهو. انا حاسس ان الجدع الصحفي ده هيودينا في داهيه على اخر الزمن بسببك يا مدحت. انت على طول متوتر كده يا شكري. حمصه دلوقتي موجود في بيت علي، وانا عن نفسي واثق فيه جدا. يا خوفي من ثقتك دي يا مدحت. مالك يا علي؟ حاسس بإيه دلوقتي يا حبيبي؟ ها؟ حاسس بإيه؟ حاسس بحاجات كتير. بجد يا علي؟ أخيراً؟ أخيراً بقيت تحس؟ حاسس بحاجات كتير لو ما شلتش إيدك. ليه يا علي؟ أشيل إيدي ليه بس؟ ده أنا ما صدقت تحس. بس أنا كده هتعب قوي. علي مالك؟ لا بص ايدك كفايه. القرف ده، القرف ده، ما صدقت يحس. عجبني منظره قوي هو متكلم. ده حموسة. ايه يا حموسة؟ اه مدحت بيه، بقول لسعادتك ايه؟ الولية مرات علي عمالة تعمل حركات نص كم كده وعايزين انام جنبها، وانا خايف لا مؤاخذة معرفش امسك نفسي.
طب ما تنام جنبها يا اخي، مش المفروض انها مراتك يا غابي؟ ما تنام. بس انا خايف نتفضح والخطه تبوظ. لا ما تخافش، الخطه مش هتبوظ طول ما انت بتنفذ اللي انا قايل لك عليه. سلام. بقول لك ايه يا حموسه، هي مراته حلوه؟ ماليش دعوه بيها ازاي، دي وجور. متقلقش، هو مش هيجي جنبها. بعد كده بقى احنا اللي هنجيبها هنا براحتنا وهنعمل معاها الواجب. يا نهار اسود، مين الراجل ده؟ طب لو ده مش علي يبقى علي راح فين؟ طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هتصرف ازاي؟ يا مامي كملي عنا احكي لنا. لا انا هكمل لكم بكره. ليه؟ علشان انا تعبت وعايزه اطلع انام. انتوا مخليني كل شويه اقول واحكي. انا تعبت خلاص يا اولاد، انا كبرت.